الذكاء الاصطناعي توه بدأ يطلب عيونه كذا، إلا مختلف المجالات بدأوا يحاربونه بشكل ما تتوقعه. فهل الذكاء الاصطناعي فعلا هو راح يكون خطر علينا، ولا البشر كعادتهم يحبون يحاربون أي شيء جديد ويخافون من أي شيء جديد؟ ومرحبا نادهب، أذكرك تشترك معنا بالقناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتك أي شيء جديد. عمار، واللي نعم اسمه عربي، هو يشتغل كمدير تصميم في شركة بسان فرانسيسكو، لكن بواقع الأمر هو وده وحلمه أن يكون كاتب مؤلف كتب، لكن عنده مشكلة واحدة، وهي أنه ما عنده الخبرة بهذا الموضوع ولا عنده فن الكتابة. يوم الأيام وهو قاعد يقرأ قصة ما قبل النوم لولده بالسرير، نعم يبدو لي في عربي يسويها مو بس بالأفلام، طلع فوق راسه لمبة أنه ليه ما يستعين بالذكاء الاصطناعي يكتب له هذا الكتاب بما أنه ما عنده خبرة. وبالفعل استخدم تشات جي بي تي اللي أزعجونا فيها. تشات جي بي تي كتب هذا الكتاب، وكان الكتاب عبارة عن قصة باسم أليس أند سباركل، وهي فتاة صغيرة تود استكشاف عالم التقنية مع صديقها الروبوت. الذكاء الاصطناعي قاعد يحاول يقنعنا ان بنصير اصدقاء في المستقبل. لا يا عزيزي، ما احنا اصدقاء، بكرة تقلب علينا وتسوي قوي، وعارفين هذه الحركات. ولكن اللي سواه هو بعد ما تشات جي بي تي كتب الكتاب، اخذ هذا النص وراح لأداة ثانية اسمها ميد جيرني. ميد جيرني اعطاها الجمل المكتوبة او النص، وبالتالي رسمت الرسومات التخيلية المبنية على هذا النص. اخذ النص واخذ الرسومات وجمعهم كلهم في ملف واحد ونسقهم ورتبهم. المهم انه انتج الكتاب وسجل للبيع على امازون، وكل هذه الخطوات تم تدري خلال كم؟ خلال 3 أيام فقط. يعني خلينا نقول يوم للنص ويوم للرسومات ويلا يوم للترتيب والتنسيق، وكان متسدح في نص هذا اليوم يعطيه العافية. يعني الأهم من هذا كله أنه لما تفكر في التكلفة فهي شبه ولا شيء تقريباً. طبعاً الرجل كان مبسوط من اللي سواه، وجاء في تويتر كذا ونافخ صدره وقال أنا كتبت كتاب باستخدام الذكاء الاصطناعي، يا ناس انبسطوا معي. وبالفعل انبسطوا وباركوله وبدأوا يصفقونه، لكن فجأة بدأ هجوم الناس عليه بسبب هذا الكتاب. اتهموه بالسرقة لأنه باعتقادهم أن ميد جيرني كان يرسم رسومات هي مبنية على رسومات فنانين سابقين. ليه؟ لأنه كما هو معروف أي ذكاء اصطناعي فهو راح يعتمد على قاعدة بيانات موجودة عنده، يجمعها وبالتالي يستنتج منها رسومات جديدة. ونفس الشيء على النص، وبسبب الحملة الكبيرة اللي حصلت له أوقف أمازون بيع هذا الكتاب، واللي قيل أنه باع أكثر من 800 نسخة خلال أول شهر له. الصراحة أنه هذا النمط من النقاش ما يوقف عند هذا الكتاب، فبكل مجال يحاول الذكاء الاصطناعي اليوم يدخل يواجه حرب كبيرة جدا. فمثلا دخل تشات جي بي تي في مجال العلوم والتدريس، انبسط الناس انه مفيد وانه ممكن يعلم الصغار ويدرسهم او حتى انه يساعد الناس اللي في الجامعات. ولكن المفاجأة انه الجامعات والمدارس اللي هي هدفها تعلم الناس هي اول من حاربته. وفي جامعة استرالية اشتكت انه الطلاب صاروا يستخدمونه بالغش، وصارت توقف الانترنت بالجامعة بسبب هذا الشيء. ومو بس هذا القطاع، حتى المحامين كان لهم نصيب بهذا المجال. فتخيل انه في قضية في نهاية الشهر الحالي في فبراير 2023 هي بسبب مخالفة مرورية كان سيتم محاكمة هذا الشخص فيها، وكان المقرر المحامي الخاص فيه راح يكون الذكاء الاصطناعي. فكرة انه محامي ذكاء اصطناعي راح يعتمد على سماعات ومايكات موجودة في القاعة، وبالتالي يسمع الردود ويرد عليها. ولكن فجأة المحامين رفعوا قضايا على الشركة اللي هي صاحبة هذا الذكاء الاصطناعي، واعتبروا هذه الشركة منتهكة لقوانين المحكمة، وهددوها بغرامات، وحتى هددوا صاحب الشركة بالسجن إذا ما أوقف هذا الموضوع. وبالفعل خاف ووقف هذا الموضوع قبل حتى موعد المحاكمة. وفي معهد علمي في فرنسا حضر تشات جي بي تي وقال أي طالب يستخدمه مو بس في الاختبارات والغش، لأي استخدام راح ينطرد. بل أنه في مجلات علمية شهيرة مثل مجلة ساينس ونيتشر الأمريكية منعت جميع من يشتغلون عندها الكاتبين والباحثين أنهم يستخدمون أي أداة ذكاء اصطناعي، إن شاء الله كتابة نصوص ولا حتى صور. وابتداء من فبراير 2023 أي أحد بيستخدم الذكاء الاصطناعي راح يواجه عقوبات شديدة جدا. كان في مؤتمر حول تعلم الآلة كان المفروض يقام في أمريكا، رفض وحجب هذا المؤتمر. وفي موقع شهير جدا للبرمجة رفض أي كود برمجي تم إنشاءه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالرغم من أنه ممكن يكون كود صحيح ومفيد. لاحظ يا عزيزي، كل هذه القصص إيش يجمع بينها؟ أنه كل المهن صار فيها خوف، من الفن إلى الكتابة إلى البرمجة إلى المصممين الرسامين وغيرها. الكل يخاف أن الذكاء الاصطناعي يسيطر على هذه العلوم ويستبدلهم، خصوصا انه لو دخل اي مجال وابدع فيه اكيد انه راح يكون اذكى وافضل من انسان، فهو يملك في سجله كل البيانات والتاريخ والتجارب السابقه،
وبالتوفيق لمخك ايش يقدر يتذكر ويحلل بالمقارنة معاه. طبعا في شركات تدافع عن نفسها وتعارض هذا التوجه وهذا المنطق وتقول انه انظمتها هي لا تقلد ولا تنسخ. فمثلا الآلة اللي قالوا انها هي نسخت رسوماتهم فعليا هي ما نسخت، هي صحيح عندها في إرثها وفي الهيستوري حقها مجموعة من الرسومات الكثيرة، ولكنها فقط تتعلم منها وتنتج منها شيء جديد كليا. بس ترى التاريخ يعلمنا شيء مهم جدا، هو ان البشر دائما يخافون من التقنية تحديدا. فمثلا راح تتفاجئ انهم خافوا من الكهرباء لما دخلت البيوت في ايرلندا، قاوموها ورفضوا يدخلونها بيوتهم ظنا من انهم بينشوون في اسرتهم، نعم بينشوون يتحولون زي KFC يعني. وخافوا من التليفونات في بدايتها بانها راح تقطع التواصل بين الناس وما عاد بيجلسون يسولفون مع بعض وجها لوجه، والاهم خوفهم من الكمبيوترات في بدايتها. وبسبب هذا الخوف الكبير انتشر مصطلح كمبيوتر فوبيا، وخلينا نقول أشبه بالمرض. والإنترنت أول ما طلع كان فيه خوف إنه يستبدل وظائف كثيرة. خلينا نقول اليوم إنه بعد ما أصبح الإنترنت شيء أساسي بحياتنا، فهو فتح المجال لكثير من الأشخاص إنهم يعيشون حياة أفضل وجودة حياة أفضل واختصر الوقت. وبل على العكس، في كثير جدا عايشين اليوم بفضل الإنترنت، زي فريق تيك فويس اللي هذه شغلته الأساسية. لعل اليوم خوفنا وحربنا على الذكاء الاصطناعي كبير، لكني أؤمن داخليا إنه هذا الخوف اللي في الإنسان دائما هو ما يجعل الإنسان حذر ويطور الشغلات اللي تفيده، وبنهاية المطاف أكيد إنه بيخلي نفسه هو محور هذه الصناعة. ما راح يخلي نفسه كذا جالس وفاضي وما عاد له أي فائدة في العالم. هل تتفق معي أو تختلف معي؟ شاركني برأيك بالتعليقات بالأسفل، راح أقرأ تعليقاتكم كما هو معتاد. أنا أدهم، لا تنسى تشترك معنا على أساس ما يفوتك أي شيء جديد وغريب وجميل. شوفك الفيديو القادم إن شاء الله، مع السلامة.